السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ شخباركم؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال، تكونوا فرحانات ونشطات وعلى خير. اليوم كيف ما كتشوفوا البنات وكيما تشوف العنوان، غندير بكم واحد الجوله في مرجان. هنا بديت لكم باول حاجه بالعجانه اللي جاوني عليها بزاف ديال التساؤلات. هذه البنات هي العجانه اللي عندي، هذا هو الثمن باش خديتها انا نيس، خديتها ب 400 درهم، المهم 399 درهم. ها هي البنات لامارك ديالها، راني صورتها ليكم. كما قلت لكم البنات بزاف سولوني على هاد العجانه، قالوا لي ورينا زعما لامارك ديالها، وزعما قلنا واش صدقات لك. واش صراحه البنات صدقات زوينه، صدقات كتعجن مزيان، وراه مده البنات وهي عندي، راه تقريبا هادشي عام، اكثر من عام وهي عندي. وكما قلت لكم الناس راه غير ب 400 درهم، وكاينه دابا حاليا راه كاينه تخفيض في مرجان. فاش ما كتكونش تخفيض كتكون دايره 500 درهم، وملي كيديروها تخفيض كدير 400 درهم. المهم البنات اللي بغات باش تقضي وبغات شي حاجه على قد الحال، راه هادي قاديه لك الغرض. ودائما كيف ما تنقول راه الحاجه سواء شريتيها غاليه او لا رخيصه، راه خصك غير تهلو، يعني الا تهلتي فيها وحاولتي عليها اكيد راه غادي تلقايها وغادي تدوز معك واحد المده اللي طويله. هنا البنات كيف ما كتشوفوا جبت لكم غير على الحويجات اللي بروموسيون او الحوايج اللي عجبوني. هنا كيف ما كتشوفوا البنات هذا الغونجمون هذا عجبني، غير هو ما لقيتش الثمن ديالو. هذا كنت باغا ناخذو البنات هذا نجمع فيه، بقا نجمع فيه دوك اللعاب ديال بناتي لان كيرونوا ليا الدنيا بزاف. صافي وما كنت قلت بلا ما نبقى نسول، صافي ما لقيتش الثمن صافي. هنا كما كتشوفوا البنات راه فيه الغوز وفيه الزرق بالنسبه للوينات هذا الوليدات والبنيتات. صافي هنا جديت لكم عاوتاني في هذه البليصه هذه ديال البانطوفات، اللي بغات البنات البانطوفات راه كاين تخفيض، يعني كاين تخفيض بانطوفات زوينين. كاينين وحدين اخرين البنات راه دايرين لهم غير ب 50 درهم، حاطينهم في داك الوسط، يعني ما كاينينش في هذه البلاصه هذه. وهادو كما كتشوفوا هما كلهم فيهم داك البلاكات بالاحمر، هادو اللي تيكون فيهم هذا البلايك بالاحمر كلهم البنات راه تيكونوا ناقصين. هنا البنات لقيت صنيدلات اللي شفتو معايا في العنوان، صنيدلات ديال 15 درهم، كانوا بزاف البنات. غير ما جيت فين رجعت لقيت غير هادشي اللي بقايين، تلقيت غير هاد الجوجات هادو. صراحه هكا الصيف صيفيين خفيفين زوينين، 15 درهم البنات اللي دايرين الوحده. وكاين هادوك ديال الصبع اللي حداهم، هادوك كلهم تما ب 15 درهم. دوك جوج اللي بقاو هما اللي خديت انا لبنتي. وهنايا كاينين البيجامات، بيجاماتهم حوايجهم الصراحه البنات حوايجهم زوينين، صبن ورد، مجرباهم بزاف د المرات. هنا كما كتشوفوا البنات البيجامات ديال البنيتات الصغار واخا زايدين في الثمن، يعني 120 درهم، ولكن حنا اصلا راه تناخدو، يعني كناخدو بيجامه هكا البنيتات هكا فوقيتها البنت كتاخدي ديك 70 درهم 80 درهم. وشوفي يعني شوف واش تصدق ولا ما تصدقش، ولكن هادو صراحه بيجامات عجبوني سخيخنين وزوينين. كاينين حتى البينوارات البنات ب 130 درهم، كاينين هذا كما كتشوفوا، كاين هاد الصومو، كاين هذاك الزرق، صراحه زويونين وسخيخنين. وهنا بالنسبه للبنات اللي بغات هاد الحامل هذا ديال الكيك، دايره البنات غير 60 درهم، يعني تخفيض وزوين وثقيل وكبير، راه واخا ما كيبانش كيعني كبير. الا كان عندكم حتى شي مول كبير راه تجيكم الكيكه ديالو في هاد الحامل هذا ديال الكيك. هانتوما البنات كما كتشوفوا كيجي بحال دوك الطباصل ديال دوك اللي كنشرو ب 30 درهم هكا كتحطي فيهم ديال الاستعمال اليومي بحال هكا. المهم البنات هذاك ب 60 درهم، راه شديت لكم البنات غير الحوايج اللي بانوا ليا نيت برومو. هنايا خديت هاد خديتهم نيت، المهم نوريهم لكم بعدا بسبعه ديال الدراهم. ها هما البنات دايرين بحال طبيصلات زليفات، المهم فيهم كلشي غارقين وكبارين البنات. هانتوما شوفوا الحجم ديالهم، هادو البنات بسبعه ديال الدراهم، فيهم لوينات، فيهم هاد الشويبي، فيهم داك القهوي، فيهم لوينات وحدين اخرين في الجنبره ما حاطينهم. شوفيهم هاد الخضر هذا، انا البنات خديت هاد الخضر. وكاين البنات هاد الباك هذا ديال الحمام، ها هو بالنسبه اللي بغات تسخن عظيمتها فهاد البرد. كيجي بحال هكا، كيجي فيه سطول كبير وفيه هذيك الشبيكه اللي كديري فيها هذاك المسائل اللي خاصه بالحمام، وفيه هذيك الطويصه وفيها كرسي. المهم البنات كما كتشوفوا فيها اربعه ديال الحوايج ب 50 درهم. المهم هذا الباك كامل ب 50 درهم، صراحه عجبني، غير ما
يعني تقل وما كاينش حتى فين نحطه في الدار، يعني الدوش دايره فيه سطل، ما كاينش فين غادي نحط. مازال عندي كنفكر دائما فين غنحط، لا بغيت نشري شي حاجه كنفكر فين غنحط. بالنسبه للبنات لهذا الغونجمون هذا حتى هو زوين، الا خديتوه ما غتندموش عليه. انا البنات خديتو شحال، هذا كان بروموسيون، ما عرفتش علاش هذا دابا زايدين فيه في الثمن. دابا حاليا انا كنت خديتو البنات غير دابا داير ليه 40 درهم، وانا كنت خديتو ب 20 درهم، وخديتو من مارجان نيت ب 20 درهم. خوه انا البنات راه شفتوه معايا، كنت شاركته معاكم. ها هو البنات شفتوا، انا خديت في هذا اللون بالضبط اللي لتحت، هو اللي خديت جمع فيه كاع دوك لي برودوي ديال التنظيف، جمعهم فيه. الصراحه مهنيني ومطرفين، يعني ماشي كل سانيكروال معطر ديال الحوايج جافيل كلشي حاطاه فيه. هنا البنات كاين هاد القريعات هادو، ولا هاد الكيسان هادو كبارين، قريعات ولا كيسان. المهم البنات هما زوينين، انا كانوا عاجبيني وخاصيني، بحال حتى كنحتاجوهم. ديري فيهم هكا، تحطي فيهم في الطويب لا عويصرات، كيجو زوين وعاطين منظر. المهم البنات هادو دايرين 20 درهم كيف ما كتشوفوا، خديت منهم نيت. انا غنوريكم، مازال غنشارك معكم المشتريات اللي خديت. كاين هاد الكيسان هادو ديال التركيين هادو ديال اتاي، دايرين واقيلا البنات بشي 25 درهم، 6 نشوفوا شحال دايرين، دايرين 25، المهم 26 درهم تقريبا. ها هما البنات زوينين هادو، حتى هما عاجبيني، مره اخرى ان شاء الله ناخذهم. كاين فيهم البنات اللي فيهم ها هما بالدوغي وبالنقري، هانتوما هادو البنات اللي زايدين، هادو زايدين في الثمن، هادو واقيلا بشي 75 درهم اللي دايرين. ها حنا نشوفوا الثمن، 75 درهم. المهم راه تنعقل على الاثمنه شويه، 75 درهم. ها هي البنات هما هادو، فيهم كيما قلت لكم هاد النقري وفيهم هذاك الدوغي، هما كيجو زوينين، ولكن كاينين غير 6، يعني كل باكيه كتشري فيها 6 بهذاك الثمن ديال 75 درهم. المهم كاينين البنات هاد الكويسات هادو، حتى هما هادو العاديين عندي بحالهم، كنديرو كل المهم متعددين الاستعمال، تقدر ديري فيهم بزاف ديال الحوايج. وهنا كما كتشوف كاين هاد الكيسان اللي كبارين، عرفتي البنات دايرين بحال دوك الفيزان، غير كاس واحد العصير الله يجعل البركه، ورخاصين البنات 6 غير ب60 درهم، يعني وراه كبار، يعني الا بغيتي تشريهم بوحدهم راه تقريبا غتشريهم بواحد 15 درهم الكاس. وهنا بالنسبه لهذا الباك هذا اللي حتى هو كيجوني عليه تساؤلات عندي بحالو، هنا البنات زايدين فيه في الثمن، غير بغيت نشاركو معكم لان ديما كنقول لكم راه كاين في مارجان. هنا البنات دير 80 درهم كما كتشوفوا، 79 درهم فاصلة شي حاجه، المهم 80 درهم فيه الالوان، ولكن ماشي بحال هذاك بالضبط اللي عندي انا. البنات هذاك اللي عندي عندو الكيسان ديالو، الكيسان كبار على هادو، هذا الكيسان ديالو صغار. المهم فيه ملوينات متعددين، فيهم الاحمر الصفر هذا الزرق، المهم فيهم ملوينات اللي بغيتي، اللون اللي كتبغي. انا عندي هذا، هذا اللون هو اللي عندي. صافا البنات كيف ما كتشوفوا، هنا جيت خرجت من المرجان وجيت باش غنشارك معكم المشتريات اللي خديت. صراحه البنات غنشاركها معكم في الهواء الطلق. شوفوا البنات على الطبيعه كاينه هنايا، هانتوما شتو كاينه هنا الشريده. المهم البنات غنشارك معكم ان شاء الله كما قلت لكم، غنشارك معكم هادشي كله اللي خديت في تخفيضات كيف ما العاده. دائما انا راهي مع التخفيضات، فيما كانوا التخفيضات كتلقاوني انا الاولى. المهم نحاول نقدر البنات قبلوا على التصوير، لاني حاطه غير يمكن ليا غير بالبوسيت. المهم غنبدا معكم البنات باول حاجه خديت البنات هاد الكيسان كما كتشوفوا، ها هما خديت البنات هادو دايرين ب 20 درهم و 19 درهم وشي حاجه، زوينين البنات كيف ما كتشوفوا، ها هما زوينين كيهزوا، ها هما البنات كيهزوا اطرو، ها هما عندهم هاد الغليقه هادي كتجي هكا ديال البلاستيك، عجبتني الغليقه ديالهم البنات ديال البلاستيك، وتيجيو بحال هكا. شو تيجي بحال هكا، تيجيو هكا ديال الدجاج من هاد اليد هكا، كيجو زوينين البنات. المهم راه باقيين بروموسيون بالنسبه للبنات اللي بغيتو اللي بغاتهم، راه باقيين بروموسيون كما كتشوفوا، ها الاول وها الثاني. بالنسبه للبنات الثمن كيف ما قلت لكم راه كيديروا 19 درهم. ونبقاو في المعنات، انا راه هاد الناس راني
مضروبة على المعن. وأكيد البنات أكيد أكيد كل شيء كل شيء العيالات حنا هكا كنا عزيزين علينا المعن. هانتوما البنات هادوك كأنو دايرين البنات بسبعة ديال الدراهم. شوف هاهوما زعما زويونين هادو الحجم ديالهم كما كتشوفو حجم زوين. هانتوما البنات حجم كبير بغيت نقول. كاينين فيهم هادو الالوان فيهم البنات الموف فيهم هذا فيهم المهم فيهم شي ثلاث الوان وحدين اخرين. انا خديت هذا الخضر ما عرفتش علاش خديت هذا الخضر صراحه انا ما كيعجبنيش الخضر ولكن مع ذلك خديته. شوفوا البنات الحجم ديالهم هادو بسبعة دراهم الوحده. وخديت البنات هذا صراحه كان عاجبني وكنت باغي داك اللي كيدور ولكن ملي لقيت هذا برومونسيال البنات كما شفتوا معايا ب 59 درهم المهم 60 درهم تقريبا. ها هو البنات انتما كما كتشوفوا هذا البنات راه هاد نتوما راه بديع ماشي شو كيفاش كيجي كيجي زوين. شو كيفاش داير بحال داك الطبيصلات اللي كيديروا ب 20 درهم اللي كيكونوا هكا عادي تيكونوا عندنا كنحطوا فيهم مريقه ولا غير هذا زايدين هذا السيبور هذا ودايرين معاه دايرين معاه هاد الباله هادي هاد الباله زعما جاتني انا غير زواق وصافي ما كنظنش هادي غادي تهز الكيكه. شوفوا البنات كي دايره شو ما كنظنش هادي غتهز الكيكه يعني ما ماضيه ما والو باش غتهز الكيكه. ها هي البنات المهم تيجي بحال هكا. وخديت بالنسبه للبنات الصنيدلات اللي شفتو غتشوفوا تكونوا حطيتو لكم في المينياتور غتشوفوهم ب 15 درهم. شوفوا البنات صنيدلات ب 15 درهم شوفوا فنة صيفية. البنات هادو خديتهم لبنتي كتلبس بنتي 36 صراحة بو كانوا زايدين غير واحد جوج نمرات كون كانوا جاو قدي. أنا كنلبس 38 39 مجاوش قدي البنات خديتهم لبنتي. هاهي البنات ب 15 درهم هادو غير بخوم البنات وهادو اللي بقاو هادي وهادي. شتو البنات هادي وهادي هما اللي بقاو زوينين الصراحة البنات و 15 درهم. شوفوا البنات السميلة ديالهم كي دايرة السميلة ديالهم كي دايرة عجباتني السميلة ديالهم. المهم البنات ب 15 درهم صافي. المهم بالنسبة أنا ما يمكنش نجي المارجن وما ناخذش البنات البتيبان كيحمقني البتيبان ديالهم كيجيني حسن من البتيبان ديال المخابز. المهم هذا البنات كدير 24 درهم فيها 10 ب 24 درهم. عندك مالك لا لو جايين كتلعب في التراب وانا عندي واحد الحساسيه من التراب. وخديت البسكويت المفضل عندي البنات هو هذا كيحمقني هذا بيمو هذا صافي. وهنا خديت واحد الباك ديال رايبي كما كتشوفوا هو هذا هادشي اللي قسم الله وهادشي اللي عطى الله وهادشي اللي كتب نجيب اليوم من مرجان. فكنتمنى البنات الى عجبكم الفيديو ما تنساوش خصكم تعاليقكم الرائعه ما تنساونيش من لي لايك ما تنساونيش من البارطاج مع العائله ومع الاهل ومع الاصدقاء. كنقول لكم شكرا بزاف لتفاعلكم. المهم انا عارفه المتتبعات الوفيات ديالي اي فيديو حطيتو كيشوفوه تحيه لكم تحيه لصحابات ديزلايك حتى هما صحابات لايك حتى هما كنقول لكم اللي خطيكم عليا. ما بقيتش كنحط البنات راكم عارفين ما كنبغيش كل فيديو نبقى نقول لكم ظروفي يعني ملي ما كنكونش راه ما كنصورش ما كنكرهش ما كنكره زعما نحط معكم فيديوهات يوميه ولكن الغالب الله هادشي اللي عطى الله وهادشي اللي قسم الله. ملي كيكون عندي الوقت راه اكيد كنصور لكم. اليوم قلت نخرج بناتي نخرج انا نفوز شويه ونبدل الجو صافي وقلت نشارك مع صحاباتي ومع خواتاتي كما تنقول لكم دائما فانتم العائله كتبقاو العائله ديالي الثانيه راه ربي يعني شاهد. كنشوفكم كتسولوا عليا
كتخليو ليا كومونتيرات ليه، كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، وعلى خطاكم عليا ما نطولش عليكم اكثر من هكا، غنقول لكم سلام عليكم. الفيديو اخر ان شاء الله باذن الله، وتهلاو لي براسكم وراكم عزازات بزاف بزاف بزاف.